إخواني مشاهدي ومتابعي قناة الفلاح رفيق، مباشرة معكم الحريق المتواجد طريق القلة. كما كتشاهدوا إخوة الكرام، مازال بعض الحرائق داخل الغابة. كما كتشاهدوا مباشرة نوصلوا الصورة للمشاهدين ديالنا الكرام. شاهدوا الإخوان الحريق، الحريق الأخضر واليابس ما كيخلي حتى شي حاجة طبيعة ديالها. ما كتشاهدوا يعني باقا ديك شوية ديال النيرة، ولكن ديك العافية ما عندهاش فيها، تشعل كل شيء تحرق، يعني باقا هذيك زاندة شي شوية وصافي، ولكن عاد تطفى. كما كتشاهدوا الإخوان الكرام ومتابعي قناة الفلاح رفيق، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.